العدو عدونا ليلي، فعاليات العدو كلها ليلية، فتقتضى ضرورة أنه نأمن متطلبات الرؤية الليلية حتى أولا نقلل من الحوادث واثنين نرفع معنويات الجنود. نعم يا معالي الوزير، سنجعل بقايا العدو تنهار حينما نحول ظلام الليل نهار، فهذه الكاميرات الحرارية تكشف التحركات عن بعد آلاف الأمتار. إعلام وزارة الدفاع يوثق مراحل تسليم الكاميرات الحرارية إلى القيادات والوحدات العسكرية. باشرت المديرية العامة لاستخبارات الأمن بتوزيع الكاميرات الحرارية إلى الوحدات وقيادات الفرق أزاء خطة عدها معالي السيد وزير الدفاع المحترم. الكاميرا الحرارية هي عبارة عن محطة لكاميرات مراقبة تتكون من نوعين من الكاميرات، كاميرات حرارية وكاميرات عادية احنا نصح لها بيتزت سبيد دوم. هاي الكاميرات بها مستويات مختلفة من الارتفاعات ومن الأبعاد ومن الزوايا. تشغيل الكاميرا خلال فترة قصاها من 3 إلى 5 دقائق، حيث يكون التشغيل عن طريق لوحة السيطرة. لوحة سيطرة جاهزة، نحول السلكتر إلى جهة السلر للخلية الشمسية، فتباشر الكاميرا بعملها، تبحث 360 درجة بارتفاع 45 درجة على 45 أسفل حتى تستقر. يعتبر هذا نوع من أنواع الفحص. احنا من قيادة فرقة المشات الآلية 8 جينا اليوم لغرض استلام الكاميرات الحرارية المصروفة لقيادتنا حسب توجيهات السيد معالي وزير الدفاع المحترم. طبعا هاي الكاميرات راح تخدمنا هواي وراح تكشف تحركات بقايا العدو ضمن قواطع المسؤولية. انها معركة الاستخبارات، وان طالت فإن النصر آت، فالشكر موصول لكل القيادات التي قاتلت وأسهمت بصنع الانتصارات. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.